مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ طبعا كالعادة وحشتوني كلكم، وطبعا برضو مش هقول اسامي لان كل الناس وحشاني، كل الناس المحترمة اخواتي واصحابي، وكل سنة وانتم طيبين وتعود عليكم الايام بخير يا رب بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. توحشيني جدا، كنت حابب بس انوه عن حاجة بسيطة كده. انا هغني على فكرة في اخر المقطع، هغني اغنية صغيرة كده في اخر المقطع لايف من غير مزيكا يعني. يا جماعة بالله عليكم، أي حد مش عامل أدموب أدسنس حساب أدسنس، تمام؟ مش أي حد مش عامل حساب أدسنس هو مش هي يعني إيه، هو عادي ممكن تعمله قبل تفعيل القناة بكتير. أنا عامله، قناتي ما اتفعلتش. أي حد مش عامله يعمله ويخليه ويحفظ طبعا كل بياناته ويعمله بطريقة كويسة. أنا هسيب لكم رابط تحت لحد صاحبي وراجل قنبلة قنبلة اقسم بالله في الشروحات، هسيب لكم الرابط تحت وشوفوا الراجل دوت. الراجل ده بيبسط لكم الامور خالص وهيقول لكم ازاي ان شاء الله ازاي يعني تفعلوا الادسنس او تعملوا الادسنس، اسف، تعملوا الادسنس معاكم. هيترك ان هو عادي يعني ممكن يتعمل وتخليه على جنب لحد ما ربنا يسهل ان شاء الله ويكرمك او يكرمك وتفعل القناه او تفعل القناه. وبينفع لان في ناس كتير بسبب الادسنس اما جت تفعل اتلخبطت والدنيا يعني الدنيا تاهت منهم. فيا ريت نخلي بالنا من الموضوع ده، هو مش هياخد وقت على فكره. اهم حاجه الدقه في البيانات، البيانات تبقى معموله بدقه، والعنوان صح، رقم الفون صح، التاريخ صح، تاريخ الميلاد صح، كل حاجه تخصك هتلاقيها في الادسنس لازم تحطها زي ما هي في الرقم القومي بالظبط، علشان اي غلطه فيه بيعمل مشاكل. يعني باذن الله لما تيجي تربط القناه او تيجي تشغل القناه بتاعتك ان شاء الله وتيجي تربطها بالادسنس ويبقى في اي مشكله، يعني اي غلطه او حاجه بيعمل بيسبب لك مشكله فبتضطر انك تغيره، وده موال طبعا. كفايه اللخبطه اللي انت اتلخبطت في الوقت ده، يا اما تعمل حساب جديد، تربط القناه بحساب جديد، فده مش محبوب يعني. يا ريتنا نخلي بالنا من النقطه دي قوي، ويا ريت اي حد ما عملوش يعمله الفتره دي، ومش هياخد وقت وهو مش هيكلف حاجه يعني. انت 5 دقائق ان شاء الله، انا هسيب لكم الرابط في الوصف، حد كويس جدا، وهو يعني انا الفيديو اللي هو عامله دوت هو اللي خلاني ربطت عملت الادسنس بتاعي مبسط شرح بسيط. وبالله عليكم ادعموه، الراجل ده 100 100 وراجل جدع وحبيبنا بجد والله، ادعموه. وعنده شروحات جميله جدا في كل حاجه، حتى انت لو سبت له تعليق في اي فيديو عنده انك بتسال عن حاجه معينه ما بيسيبكش، بيفضل معاك لحد لو التعليق ده يقعد ساعه تتناقشوا مع بعض لحد ما يوصلك اللي انت عايزه، او بيقول لك العنوان فيديو كذا عندي ادخل عليها هتلاقي كل حاجه مبسطه وشرحه لذيذ جدا، وهتحس يعني بتتكلم معاه اما تسمع الفيديو بتاعه بتحس ان هو منك يعني مش غريب بجد والله. محمد راجل اخونا يعني سوري عايش في المانيا، وراجل ايقونه عبقري في الحاجات دي والله العظيم. ان شاء الله هسيب لكم زي ما قلت لكم، هسيب لكم الرابط. واي حد محتاج اي حاجه يا جماعه يقول لي في التعليق، يعني اي حد محتاج اي حاجه يقول لي في التعليق، وانا لو ما قدرتش افيده برضه بتواصل مع اخويا محمد بيقدر يفيدني وبيقول لي الصح ايه وبنعمل ايه، وربنا يديم المعروف يا رب. هو راجل ابن حلال ما تاخرش عني في اي وقت لو الفجر والله. فلو اي حد محتاج اي حاجه ما يتاخرش كلمني، او انت انا برد على كل الناس كلنا واحد زي ما انتوا عارفين يعني، كلنا راجل واحد او اخوات او اصدقاء. فعايزين اي حد محتاج اي حاجه او يستفسر عن اي حاجه يعرفني، وانا مش هتاخر عنه بالمعلومه ان شاء الله. وعايزين نقف جنب بعض يا جماعه، يعني مش عايزين نحط مثلا ايه، مش عايزين نحط مثلا رابط ونخش عليه نعمل اشتراك ونشوف الفيديو اللي انا حطيت في الوقت اللي انا حطيت فيه الرابط، وبعد كده ما ندخلش تاني للاخ دوت او الاخت دي عشان ده يعني ما بيشجعش. يعني مثلا حطيت الرابط النهارده، فالمفروض ان انت دلوقتي بقى عشان كرامه الوائل بتدخل على الرابط وتدخل على الفيديو عند الراجل او الست او اختنا او اخونا، وتخش في الفيديو اللي انا بعت الرابط في وقتها، وبعد كده ما تدخلوش تاني. ده مش كويس، انا عارف مين اللي ما بيدخلش ومين اللي بيدخل لان بتابع يعني، مش ساكت، لا بتابع كل حاجه وعارف مين اللي بيدعم ومين اللي ما بيدعمش، وعارف مين اللي بيدخل يوقف الفيديو ويقول كلمتين في التعليق ويجري
لان انا منزل فيديو عن يوتيوبر كويس، يعني راجل كويس، اللي كسروه في البنزيمة مع حمو بيكا، الرجالة بتاعت حمو بيكا، الموسيقار حمو بيكا. نزلت الفيديو بتاعه وهو متصاب ومتبهدل وبيستغيث بينا، يعني بينا احنا، بيقول لنا اقفوا معانا، اقفوا معايا. بيكلم كل الناس، طبعا احنا من الناس دي، اذا كانت شرطة، حكومة، يوتيوبر، اصدقاء، متابعين، اي حد. هو كان بيستغيث بالكل، والراجل متبهدل اخر حاجة. يعني انا عرفت ان بيكا دفع 5 بواكي وخلع. ما علينا، يعني اوسكار مش هيسيب حقه، مفيش صعيدي بيسيب حقه، خلوا بالكم، انتهت. يعني اوسكار مش هيحل. ما علينا، يعني نزلت الفيديو الاوسكار، لقيت ناس داخله تقول لي بالتوفيق وما شاء الله وبتاع. توفيق على ايه؟ توفيق على ايه؟ انا منزل واحد حصل له مصيبه، انت داخل تقول لي بالتوفيق وجميل وبتاع، ليه يعني؟ بتاع ايه بقى اللي هو جميل؟ ايه اللي جميل؟ راجل متخرشم عامل حادثه تقول لي جميل؟ هو ايه اللي جميل؟ انا مستغرب على الناس دي والله. طب ليه كده؟ انتوا بتزعلوني ليه؟ ما تعلقش يا عم، ولا ما تعلقيش، حط ديسلايك، ولا ما تحطيش، ولا ما تدخليش خالص. نفاق لا، ما بحبوش. يعني ده عامل حاطط فيديو الراجل متبهدل والدنيا خربانه معاه وضاربينه في البنزيمه ومكسرينه في بعضه، وناس داخله تقول لي بالتوفيق، روعه، جميل، ايه يا عم، ايه الكلام ده؟ انا مش هقول اسامي طبعا، بس يعني انت لبت، يعني نافق بطريقه لذيذه، ما تخلينيش اقطع عليك، ما تخلينيش اشوفك. يعني نافق ازاي يعني؟ يا عم شوف دي، شوف 20 30 ثانية، شوف الفيديو بيتكلم عن ايه، او المقطع بيتكلم عن ايه، او ايه الفكرة بتاعت الفيديو، عشان تقدر تعلق وما تتكسفش قصادي. وما تعلقش خالص، مدام بص انت، مدام مش هتفتح، مش هتشوف الفيديو، ما تعلقش، ما تدخلش. انا اللي بقول لك ما تدخلش او ما تدخليش. انما حاطط فيديو كده والله حاجة تزعل، حاطط فيديو الناس داخلة تقول لي بالتوفيق، جميل جدا، هو ايه؟ طب ايه هو؟ انتوا هتجننوني يا جدعان والله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما علينا، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي حصل، في اللي عملوه في الجماعة اللي افتروا على أوسكار أبو هريدي. ربنا ينتقم منهم، وأوسكار مش هيسيب حقه، لأن زي ما قلت لكم في الصعيدي بيسيب حقه. وآسف لو طولت عليكم، أنتوا وحشيني جدا، ونفسي والله العظيم أقعد معاكم بالساعات، أقسم بالله. بس عايز يبقى فيه إيه؟ مناقشات بينا، أبقى أنا موجود وأنتوا موجودين معايا وبنتكلم يعني كده. انما انا والله لسه زي ما انتوا عارفين، وربنا يكرم الجميع ويوفق الجميع، وكلنا رجل واحد، وكلنا اخوات، وقلبنا على قلب بعض. واللي يدخل يا جماعه الحد يراعي ربنا، يراعي ربنا، علشان هيلاقيه. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. اللي بيدخل لحد يراعي ربنا فيه ويعمل الصح، علشان يلاقي اللي يعمل معاه الصح بعدين. اجدع مسا عليكم. الغنوة أنا معرب بتاعك. ببدأ أحن لها لكن نظراته في خيالي، نفسي أحلم معاها لقيه فوقني وصحاني. أبدأ أحن لها لكن نظراته في خيالي، نفسي أحلم معاها لقيه فوقني وصحاني. وإزاي أحب قلب كان يوم عشقه غيري، ويا ريته أي واحد ده صاحبي اللي مالوش غيري. إزاي أحب قلب كان يوم عشقه غيري، ويا ريته أي واحد ده صاحبي اللي مالوش غيري. فيها بدوب لكن تعال يا قلبي واستنى، يمكن تقول لي خلاص انا نسيتها وروحت هنا. فيها بدوب لكن تعال يا قلبي واستنى، يمكن تقول لي خلاص انا نسيتها وروحت هنا. ودي أول مرة يدق الحب فيها على بابي، فتحت الباب لقيت
الحيرة والغيرة صحابي، ودي أول مرة يدق الحب فيها على بابي. فتحت الباب لقيت الحيرة والغيرة صحابي، ببدأ أحن لها لكن نظراته في خيالي. نفسي أحلم معاها لقيه فوقني وصحاني. شكرا يا جماعة، معلش يا قصيرة، رب تعجبك.